مسابقة ملكة جمال الأناقة بتخليني أبقى شوية أنيقة في حياتي، مش بس في لبسي أو في شكلي، أبقى أنيقة في شخصيتي وفي روحي ومعاملتي كمان مع الناس. اتدربنا كاتوك واتدربنا إزاي نبقى لبقين وإزاي بقى عندنا الثقة بالنفس، واتدربنا كمان إزاي نجاوب على الأسئلة بطريقة بسيطة وفي نفس الوقت تبقى زي السؤال ما بيقول. اتمرنا على الكاتوك ازاي نمشي بالهيلز، هاو تو بي اليجنت، اتمرنا ازاي نكون اليجنت في تصرفاتنا وحاجاتنا. ميس اليجنت بتفرق شويه عن بقيه المسابقات لان هي بتبين اكتر ان ازاي البنت تكون مش بس شكلها حلو وجسمها كويس او كده، بس طريقه تعاملها مع الناس وازاي بتقدر تتكلم وازاي بتتعامل عامه ازاي تكون اليجنت. ميرا دوا سامر، حضرنا كاتوك، حضرنا النهارده ان احنا نشوف الدريسز المناسبه لكل واحده. هي المسابقه الوحيده اللي في مصر اللي بتهتم ان انت ازاي تبقي اليجنت، وهي المسابقه الوحيده اللي بتهتم بشكلك او شخصيتك او انت ازاي تبقي اليجنت في كلامك، عندك ثقه في النفس، لباقتك تبقي عاليه، اي حاجه بتعمليها بتدل في الاخر على اناقتك. اتدربنا على الكات ووك وعلى اسئله لجنه التحكيم وازاي يكون عندنا ثقه في النفس. مسابقة ملكة الأناقة بتبقى مش بس أنيق في شكلك، تبقى أنيق في طريقة تفكيرك، في كلامك، في لبسك، في كل حاجة. أنا اسمي نورهان وليد. الفترة اللي فاتت دربنا على الكات ووك ودربنا على إزاي نرد على الأسئلة اللي هتتوجه لنا من لجنة التحكيم يوم الحفلة، دربنا إن إحنا إزاي نحضر لمشروعنا بتاع تطوير السياحة، وتمرنا على إزاي كل واحدة فينا تقدر تكون ملكة جمال في شكلها وفي مشيتها وفي كلامها وفي أفكارها، يعني تكون مثال كويس للمسابقة. ميس أليجنت عامة مختلفة شوية عن بقية المسابقات. ميس أليجنت بقالنا في المسابقة تقريبا حوالي 5-6 شهور، فأوريدي احنا يعني بنتعامل في المسابقة ان احنا نبقى ملكات جمال وناس أنيقة كلايف ستايل، يعني تكون ده نمط حياتنا، مش بس اللي هو بنتمرن عشان عندنا مسابقة او عشان نفوز باللقب. لا، ميس أليجنت علمتنا ازاي كلنا ان ده يكون نظام حياتنا، ازاي ان الحاجات دي تتزرع جوانا على اكتر ما هي تكون تدريبات بس لمجرد حفلة او الحصول على لقب. يعني إدارة المسابقة دايما كانت بتنصحنا ان احنا نكون قد كلامنا، يعني ما كل اللي يقول فكرة او يقول مشروع لتطوير السياحة يكون قده، ان احنا ازاي نقدر ننفذ الافكار دي بشكل سهل وبشكل كويس. ركزوا اكتر عن ان احنا ازاي يكون عندنا ثقة في نفسنا، ازاي نتكلم، ازاي نقدر ان ما نتحطش في اي مواقف مش كويسة، ازاي يعني نبقى قدام الناس يعني صورة كويسة جدا عن مسابقة ملكة الأناقة. أوكي، أنا ساري عبد العزيز. كاتوك، إتيكيت، إزاي أقدر أتعامل مع الناس من المستويات المختلفة أو من أنماط الثقافة المختلفة بشكل كويس، وإزاي كمان أعرف أتكلم وأرتب أفكاري بشكل لطيف من غير ما يكون في شكل مستفز في الكلام أو أي نمط تفكير مش مناسب للمجتمع. احنا بنتعامل اكتر مش على جمال الشكل، احنا بنتعامل على جمال كل حاجة، جمال الحركة، جمال المشية، جمال طريقة التعامل، كمان طريقة الكلام. احنا بنتعامل في كل حاجة ان احنا نكون عندنا اناقة، كمان في الثقافة، كمان في مش عارفة اقولها ازاي، بس انه طول الوقت يكون شكلنا مميز مش بجمالنا على قد ما بثقافتنا وطريقتنا قدام الناس. انا سوزي الخولي. ملكة الأناقة
مش بس يعني مسابقة مثلا ملكات جمال، لا هي أكتر بتركز كمان على الأفكار بتاعت البنت وإزاي بتقدر تنميها، إزاي بتقدر تنمي ثقتها من نفسها. إدارة المسابقة ركزت أهم نقطة طبعا أن إحنا نبقى إليجنت في أي حاجة إحنا بنعملها. تاني حاجة ركزنا إزاي ننمي السياحة بتاعت مصر إذا كانت السياحة الداخلية، وإزاي نقدر نطلع بأفكار كويسة جدا نساعد بيها مصر فعلا إن السياحة تقوم فيها أكتر من كده، إن هي فعلا بلد جميلة وتستاهل جدا. أنا اسمي روان أيوب، عندي 21 سنة، أنا مشتركة السنة دي في مسابقة ميس إليجنت إنترناشنال. أنا شايفة أن فكرة مسابقة ميس إليجنت أنها علشان مدة المسابقة أطول شوية من باقي المسابقات، فبيبقى فيها فرصة أكتر أن البنات تبقى جاهزة أكتر، وهم مركزين قوي على طريقة التفكير، أنه زي يبقى عندها سرعة بديهة، زي أنها تقدر تتكلم كويس، يعني كل الحالات دي بيبقى فيه فوكس قوي عليها يعني في المسابقة. أنا نورهان أحمد، مشتركة في مسابقة ميس إليجنت، على أن احنا نبقى برضو أتيتيودنا يبقى كويس مع بعض وكويس مع الناس، بنبقى عاملين كل حاجة بيرفكت، المشية تبقى صح، الوقفة تبقى صح، فهي مركزة في الديتيلز أكتر، يعني مركزة في الديتيلز. اسمي هبة فؤاد، عندي 24 سنة. إن هي بتهتم يعني بتفاصيل جمال الأنثى الداخلي، إن هو مش شرط يكون شكلها بس حلو علشان تكون ملكة جمال، لا كمان لازم يكون طباعها حلوة، لازم يكون أسلوبها حلو مع الناس، طريقة كلامها، حتى في طموحها إن هي تكون قادرة إن هي تنفذ كل الهدف هي بتحلم بيه. اسمي أشجي كامل، عندي 21 سنة، بدرس حقوق. هي كل مسابقة ليها حاجة بتميزها، المسابقة بتاعتنا بتعلمنا ازاي تكون أنيقة في كل حاجة، مش بالشكل بس، في التفكير، في التعامل مع الناس. احنا اول حاجة اتدربنا عليها كانت البيزكس سيلف كونفيدنس عندنا، عشان اي كوين بيبقى مطالب منها ان هي تبقى عندها سيلف كونفيدنس، ازاي تتعامل، ازاي نتعامل مع كاتيجوريز مختلفة من الناس اللي حوالينا. بعد كده ابتدينا نعمل بقى التدريبات بتاعت اي زي اي كومبيتيشن، الكات ووك بتاعنا، السيت بتاعتنا، منظر شكل القعده بتاعتنا، طريقه كلامنا، مشيتنا، وقفتنا، هاو تو بي ريل كوين، يعني مشينا براكتسز على الاساس دوت. انا شايفه انه المسابقه بتاعتنا بتختلف في بوينت مهمه جدا، انه باقي المسابقات بتهتم باللي هي يعني اول ما تبقي كوين بتهتم ازاي تبتدي تعملي عمليات خير، ازاي تبقي هاو تو بي ا كوين بجد، ازاي تعملي تمشي التارجت اللي انت كنتي داخله المسابقه عشانه وتساعدي فيه. بس المسابقه بتاعتنا الفرق انه احنا من اول يوم بندرب كل البنات، كلنا بنتدرب زي بعض، انه احنا ازاي حتى بعد ما نخلص الكومبيتيشن بتاعتنا ازاي كل واحده فينا تقدر بعد الكومبيتيشن يبقى خلاص بقى ليها يعني ماشي على تراك معين، انه هي ازاي تعرف تعمل عمليات الخير دي كلها اكنها كانت هي الكوين واللي هي كسبانه، ازاي تبقى خلاص بقى الاتيتيود بتاعها السلف كونفيدنس بتحطنا على الاول التراك الصح واحنا بنكمل. ده الفرق، مش بنهتم بالكوين بس، بنهتم بكل البنات اللي كانت متقدمه وطريقنا كلنا بيبقى واحد في الاخر.